أهلا بكم. الانتخابات النيابية في الأردن جرت هذا العام تحت وطأة التحديات الاقتصادية والصحية التي فرضتها جائحة كورونا، حيث تعول الكثير من القطاعات على موسم الانتخابات النيابية التي تجري كل 4 سنوات في ضخ سيولة إلى الأسواق. لكن هذا العام خسر الاقتصاد الوطني هذا الموسم الذي منعت فيه مقرات الانتخاب وتقديم الحلويات والمأكولات كما جرت العادة، والتي رافقها ضعف الإقبال على المشاركة بالعملية الانتخابية خوفا من الإصابة بالكورونا وتوجه اهتمامهم نحو سبل العيش وتأمين الاحتياجات الأساسية. للحديث حول أثر اقتصادات الانتخابات وأهم القضايا الاقتصادية التي تفرضها المرحلة المقبلة على مجلس النواب مواجهتها، ينضم إلينا عبر الهاتف الخبير الاقتصادي وجدي مخامري. أهلا بك سيدي. أهلا أهلا صديقي، كيفك؟ سيدي، كيف استفاد الاقتصاد والقطاعات من فترة الانتخابات في ظل الظروف الحالية، حيث تنشط عدد من القطاعات بهذه الفترة وتسهم في إضافة دخل للاقتصاد بشكل عام؟ صديق، القطاعات الاقتصادية أتوقع استفادت بشكل هامش وبشكل جزئي ضمن هذا العام، طبعا ضمن البروتوكولات الصحية اللي أصدرتها الحكومة، وطبعا كمان الحكومة لغت بعض الأنشطة الانتخابية للمرشحين، فبالتالي يعني في جزء كبير من القطاعات الاقتصادية لم تستفد من موضوع الانتخابات هذا العام. طبعا اذا بتلاحظ يعني ما كان في هناك يعني في قطاعات كثيره زي المطاعم، الحلويات، كمان قطاع النقل كمان تراجع بشكل ملحوظ من هذه العام، يعني اذا ما قارناه بالسنه الماضيه. اذا بتلاحظ يعني بالانتخابات 2016 كانت توقعات انه تم صرف حوالي من 100 ل 150 مليون دينار على 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 هذه الانتخابات ضمن القطاعات اللي كانت موجودة، زي ما حكينا القطاع بال 2016. انا بحكي انا بعمل مقارنة بين 2016 150 مليون دينار، بين 100 ل 150 مليون دينار تم صرفها على كل القطاعات، يعني اتوقع عن حركة جزء كبير من الاستهلاك المحلي طبعا، لانه جزء كثير من هذه القطاعات بشكل مباشر او غير مباشر استفادوا من انتخابات 2016. ولكن للاسف بعام بهذا العام يعني طبعا الانتخابات انتهت، يعني طلعت النتائج، لم تستفد الا جزء بسيط، يعني اللي استفادت هي قطاعات الدعايه والاعلام فقط لا غير، وتسع جزء كثير من المرشحين كانوا يعرضوا برامجهم على 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 محطات التواصل الاجتماعي وبالفيديوهات، وبالتالي تراجع جزء كبير من هذه القطاعات ضمن طبعا البروتوكول الصحي وضمن جائحه كورونا. يعني سيد وجدي، الرقم بال2000 بهذا العام 2020 ممكن يعني يكون قريب، يعني مثلا 20 30 مليون من مقارنه ب 150 مليون؟ يعني اذا بدي اطرح لك يعني بشكل مباشر، يعني موضوع الصرف يعني لا يشمل بس القطاعات، يعني في كمان بعض المرشحين استخدموا المال الاسود اذا بتذكر، يعني نكون واضحين، فممكن نحكي من 20 ل 30 مليون، ممكن تحكي بهذا المبلغ ممكن يعني تم صرف هذا. نعم. المبلغ على 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 هذا العام طبعا. نعم. طب يعني من قراءة أولية سيدي لأسماء الفائزين بالانتخابات والبرامج التي أطلقوها، كيف تقرأ الاهتمام بالشأن الاقتصادي؟ صديقي، حسب النتائج طبعا في عندنا تقريبا حوالي 100 نائب جديد، يعني في وجوه جديدة، وطبعا كمان لاحظنا في حوالي 21 متقاعد عسكري وأمني، وفي يعني لاحظنا في بس عدد بسيط يفهمون بالشأن الاقتصادي، فبتوقع حيكون هنالك في تحديات كبيرة للمجلس القادم في موضوع التوجه الاقتصادي. بتوقع المجلس القادم حيكون جزء منه سياسي ويبتعد كثيرا عن الاقتصادي، لأنه حسب التركيب الموجودة كمان عندنا موضوع في جزء من الأحزاب كمان تراجعت، يعني في جزء أحزاب، ولكن ممكن هدول الأحزاب عندهم برامج، ولكن أتوقع الجانب الأمني والسياسي حيكون هو مسيطر أكثر من الجانب الاقتصادي، مع أنه هناك في بعض الكفاءات الاقتصادية ولكن لن تكون كالمجلس السابق. نعم، يعني الجانب الأمني والسياسي هم اللي راح يكونوا متصدرين. طب في ذات السياق، نحن في هذه الفترة نتحدث أيضا عن الكلف وتداعيات الاقتصادية للحظر الشامل، حيث بدأ اليوم الحظر لمدة 4 أيام، من ضمنها أيام فيها نشاط اقتصادي وعمل رسمي، يعني وخصوصا الخميس والجمعة. نعم. كيف تقرأ؟ طبعا قبل ما أجاوب على هذا السؤال بدي أقول لك شغلة، أنه هلا كمان في تحديات اقتصادية للمجلس الجديد هي جائحة كورونا، كيف سيتم التعامل مع جائحة كورونا، لأن المجلس السابق للأسف لم يتخذ أي إجراء يعني بهذه الجائحة، ولم يتخذ أي تجاوب مع الإجراءات اللي قامت فيها الحكومة. فعندك جائحة كورونا وعندك الموازنة العامة، لأنه الموازنة العامة فيها تحدي كبير. نعم. لأنه بداية العام 2021 حيكون هناك في صرف كبير للرواتب التي أجلت. نعم. بموضوع الحظر الشامل، أنا ضد الحظر الشامل، لأنه للأسف مفروض الحكومة اتبعت حظر شامل ذكي، مش معقول. يعني للأسف إذا لاحظنا بعد نتائج الانتخابات كان هناك في
تجاوز لهيبة الدولة في بعض المحافظات. يعني مع الحظر الشامل للأسف كان هناك في احتفالات في مواكب سيارات، لم يكن هنالك التزام كامل لكل المحافظات، فبالتالي أنا بطالب بحظر شامل جزئي مع بروتوكول صحي صارم، فتح بعض القطاعات لساعات معينة حتى الناس تحس أنه في كمان إقبال على بعض القطاعات اللي حتتضرر بشكل واضح وقوي خلال 4 أيام. إحنا متوقعاتنا أنه الحظر الشامل يكلف يومين حوالي 70 مليون دينار إذا مش أكثر، يعني بين 70 إلى 100 مليون دينار تكلفة الحظر الشامل بالمعنى المطلق له. فبالتالي لابد أن تتخذ الحكومة حظر شامل ذكي، نعم، تفتح الاقتصاد، نعم، لبعض القطاعات وتخلي الناس كمان تطلع كل يوم ساعة ساعتين، نعم، تتعامل مع هذه يعني القطاعات. سيد وجدي، يعني نحن نتحدث في هذه الأربع أيام عن 400 مليون دينار أردني إذا مش أكثر، يعني أنا بقول لك إذا مش أكثر، لأن تنساش كمان في تراجع بإيرادات الحكومة، تنساش نعم، موضوع إيرادات الحكومة، نعم، تأثرت بشكل واضح، نعم، ضمن الحظر وضمن كمان الحظر اللي تم استخدامه بالسابق، نعم، فبالتالي في مشكلة على موضوع الحظر، لازم الحكومة تكون أذكى من ذلك وتتخذ، نعم، إجراءات ما يسمى بالحظر الشامل الذكي الذي يساعد القطاعات ويساعد طبعا الشعب في تحمل مسؤوليات. نعم، الخبير الاقتصادي وجدي مخامري كنت معنا عبر الهاتف، شكرا جزيلا لك.